أنا صرت بعائلة، إحنا متكونين من 5، 2 ولد أكبر مني و2 بنات أصغر مني، أنا الوسطانية. بس أنا عايشة يعني وعيت نص السنوات بخوف، لأن أبوي وأمي دائما يتعاركون ودائما يصايحون ويتضاربون. الولد بيناتهم يفككونهم، صح مو كبار الولد. فأني لل6 سنوات أني بعدني من أقعد الصبح أتدرب على نفسي، وبقيت للثانية ابتدائي هم نفس الشيء. هاي المخاوف عند الأطفال إذا ما تم علاجها، مثلا هسه هي البنية تعرضت للعنف، صارت هالمخاوف ما تم علاجها من قبل أهلها ومن قبل أبوها وأمها، تحولت إلى مرض جسدي اللي هو التدرج اللا إرادي. ليش؟ لأن هم من البداية ما تلاحقوا الموضوع، فهذا الشيء من حيصير تراكمات، حيصير على المدى البعيد على الحالة النفسية ما راح تقدر تتعالج من عنده نفس لما إنه هم ما تلاحقوا له من البداية. شلون من يتلاحق؟ هي طفله، هي اذا كانت بالمدرسه تقدر يعني تحكي بالموضوع ويا الباحث الاجتماعي الموجود بمدرستها، واذا يعني ما تقدر تحكي ويا ابوها وامها ما راح يعني تقدر تعالج نفسها، لانه يعني من خلال كلامها هو اصلا ابوها انسان يعني عذرا على هذا، يعني هو انسان يعني متخلف او همجي او هيك شيء. حمايه الطفل بالمجتمع العراقي ما ثابته 100% من الناحيه القانونيه، يعني انت من تريدين تروحين تشتكين على انه في التعنيف معين من الاب او من الام على الطفل، ما يقدر الطفل بنفسه يروح يبلغ. ليش؟ يا الراد لازم اكو وصي عليه. من تجين قانونا تردين تقيمين دعوه لازم اكو لو وصي، لو الولد انه يكون عابر 18 سنه. فهنا عندنا حق الاطفال ما مضمون 100%، بس في حال انه اذا اريد اني كأم او اخت بالغ سن الرشد انه اني اريد احمي اخويا او ابني او بنتي من التعنيف اللي دا يصير من والدي او من زوجي، اروح اشتكي عليهم بالقانون انه اني متعرضه لطفلي لكذا تعنيف. او هو مو بس التعنيف اللي بالقانون دا يمشي بس على التعنيف الجسدي، انه اكو لازم تقرير طبي، اكو لازم اثبات او حاله شيء ملموس انه هذا الطفل ده يتعرض للتعنيف. القانون العراقي جاهل التعنيف النفسي، هذا التعنيف النفسي كلش مهم. انا عند اتعرف الى ماكو بالقانون العراقي للتعنيف النفسي، ماكو. انا من اريح اشتكي انه طفلي او اخويا او اختي متعنف نفسيا، ايش راح يسوي؟ يحيل ويا لجنه طبيه او لجنه نفسيه؟ مستحيل الطفل اللي متعرض لحالة نفسية صعبة يروح يحكي أو يقول مثلا والدي عنفني أو والدي عاملني كذا عاملني كذا. بالمجتمع العراقي من يغلطون على الطفل أو يسبوه أو أنت ما تفتهم أو شيء، ترى كلمة اللي ما تفتهم للطفل راح تكبره أنه هو ما عنده شخصية، ما يقدر يحكي، ما يقدر يعبر عن رأيه، راح يصير كتوم. زين أنا هذا التصرف إيش راح أنتج للمجتمع؟ راح أنتج إنسان ما عنده ثقة بروحه. بالقانون العراقي من تجين على موضوع انه شيء نفسي يقول لك عادي، واذا وشنو يعني انت قلت له انت ما تفتهم او كذا وكذا وكذا، كلمات يعني ما اقدر الفظها، يقول لك شنو يعني، ما هم بيناتهم يتعاملون عادي، الكل انه يتعاملون عادي، ويقولوها مرات بالشقة بس مرات تأثر بالطفل. فكنت دائما اخاف من اسمعهم يصيحون، يجينا ابوي بالليل طول اليوم ما موجود، يتعاركون ويصير مالخ بيناتهم، واذا احنا نضل بس نبكي تجينا ضربه ضربتين. فهاي حياتنا هيك مدمره دمار بسبب انه ابوي دائما يتعارك ويا امي. على شنو وليش؟ ما اعرف. انا بوقتها ما كنت اعرف، بس كنت اكره وجود ابوي من يكون بالبيت، لانه دائما هم يتعاركون. فكانوا يجون خوالي لحد ما يعني قالوا انه اني اخذتني اول شيء للمركز الصحي امي، على مد هالشغله مالتي شنو مريضه، سووا لي التحاليل وهيك شيء يعني بوقتها، وطوني علاج وهاي الحمد لله راحت مني هاي الحاله. هي الام مبدئيا من تشوف ابنها او بنتها يتعرض للتعنيف لازم اول شيء توقفه بكل استطاعتها وبكل وسيله تقدر عليها، حتى لو هي تتحمل العنف بداله، كون هي ام بعد دخلت بهذا الحاله الزوجيه اللي هي يعني بيها يعني هوايه اشياء غلط، بس هي يعني بهذه الحاله الزوجيه هي مبدئيا
تصد لهذا العنف، ما قدرت تصد، من راح تتأزم الحالة تقدر تلجأ للطبيب نفسي، معالج نفسي، قلت لك الباحث الاجتماعي الموجود بالمدرسة، يعني تقدر تلجأ لهواي حالات، بالنهاية تقدر تلجأ لوسيلة قانونية إذا كان الأب نهائيا ما ينطيها فرصة أنه هي تعالج أولادها من اللي هو يسببه لهم. نفس الشيء الوضع، لحد ما يوم من الأيام جينا من المدرسة قالوا شوف أمه جايت لنا من غرفها، يعني شلون قلت راح نشيل احنا؟ قالت لا بعد احنا بعد ما نرجع هنا احنا رايحين بيت جدش، يعني الخوالي، فاخذتنا امي، يعني ثاري هم اتطلقوا يعني ابوي وامي، فما اعرف شنو صار بيناتهم، ما ادري انه ابوي ظل يجي بس مو دائما، واذا يجي يعني هو نوع كلش قاسي، يعني مو مثلا نروح له نركض له او هذه، الا هيك يشوفنا هلا وشلون يجي يلعب ويشوف شعرنا ويشوف راسنا ويروح. الطلاق ابد ما ياثر على ال، يعني ما نقول انه ياثر ب 100%، ياثر نسبه في حاله انه كان الاب والام علاقتهم طيبه بيناتهم، او تعاملهم مع الاطفال بيناتهم وكلش متعلقين بالحياه الزوجيه بيناتهم، فالاطفال يشوفون، الاطفال يقلدون. فمن اني اب وام واحد يحب الثاني، واحد يعامل الثاني بصوره طيبه او بصوره زينه، فالطفل راح يكون ناتج عن محبه. اما اذا الاطفال هم من كانوا صغار الاب والام بيناتهم مشاكل، الاب يضرب الام، الام تتجاوز على الاب، الطفل ايش راح يطلع؟ عدواني. لا تقولي لي اكو اي عائله يطلع الطفل طبيعي. لان الاولاد ما يتعلمون عن طريق التعلم باللفظ والنصح، الاولاد يتعلمون عن طريق العين والرؤيه، هذا شيء ثابت ثبتت الدراسات. اللي يشوفوه يتعلمون من عنده. أغلب الحالات الزوجية فشلت لسبب أنه الأولاد شافوا أهلهم حالاتهم الزوجية غير صحيحة أو متعرضين لهواية يعني عنف ومشاكل، وهذه هذا جانب. الجانب الآخر، أنا دائماً أنصح الزوجين مشاكلهم بغرفتهم بعيداً عن الأهل وبعيداً عن الأولاد، لأن هذا الشيء على المدى البعيد يسبب يعني كل شوية حالات نفسية يعني بائسة جداً. وأبد يعني يعطيها مصرف لأمي، وإحنا عايشين ويا خوالي. صرت عمري 17 سنة، طبعاً أنا المدرسة ما كملت بيها، أمي يعني تشتغل بيت جدي وهماتين تشتغل بالبيوت، تروح يعني تمسح، تروح تنظف، تروح هيجي شيء بالبيوت، وهم تشتغل بالبيت تسوي أكل، فأني وياها أطلع أساعدها، وأخواتي يعني يساعدها بس مو مثلي، معتمدة علي أكثر. إخواني هم كملوا ظلوا يشتغلون، فأنا لما 17 سنة إجا هو أبوي قال أكو ولد وخوش عائلة وهذي أنطيها إله بدون لا يأخذ رأيي ولا خوالي، طبعا قالوا هذا أبوها وكيفه وش يريد يسوي. لا، ما ينجح الزواج بهيجي طريقة، أصلا حياتها من منشأها خطأ، والسبب مو من عندها هي، مظلومة. السبب تجين على الأم، يا خطت خطوة الطلاق متأخر. أنا كامرأة من أجي أتزوج زواج تقليدي خلينا نقول، أو جاني شخص يعرض علي الزواج، أنا أكو فترة خطوبة تعرفني عن هذا الشخص شلون. أما سابقا كانت العيب والحرام واللي ما يصير والمعروف إيش دارجة بالمجتمع، هذا الشيء خطأ. فهي المرأة المطلقة مو عيب ولا شيء حرام، اصلا بالعكس هي دا تحمي نفسها وتحمي اطفالها. الام من اختارت استب الطلاق كان كلش خطوه موفقه بس متاخره، ورا ما نشات انه انا عندي اطفال معقدين نفسيا، اطفال ماكو ثقه بنفسهم، شخصيه مهزوزه، فاني ما راح الحق لهم ورا وقت يعني طويل، اني ما راح الحق انه اغير من حياتهم شيء. يعني البنية ورا ما كبرت، حالة اللي عندنا ورا ما كبرت والزوجة وطلقت، شنو اللي راح تسويه؟ حياتها كلها فكرة الرجل بنظرها فقط اللي يضرب واللي يتجاوز واللي مؤذي، ما راح ما تعرف فكرة انه اكو رجال حنون، اكو رجال يداري، اكو رجال يشجع، ما عندها هاي الفكرة لان جاهله هذا الموضوع بسبب حياتها السابقة، وحياتها اللي بالزواج كذلك نفس الشيء. يعني أي فكرة أنه تغير من عند هذا الشيء أو تواجه ما راح تقدر، بس البنت اللي عندنا مصيرها وبإيدها تقدر تغير مصير أولادها.
انه اذا هي كانت قويه وراح توقف بوجه العالم وبوجه الدنيا في حاله انه هي امراه مطلقه في مجتمع شرقي هذا الشيء عيب، تقدر توقف بوجهه تساعد اطفالها، تساعد اطفالها باكر عقبه يكبرون ويشوفون امهم قوية الشخصية، الأطفال راح يكونوا قوية الشخصية. أنا دائما أنصح إنه تقام ورشات للنساء المقبلات على الزواج، تعرف هذه الورشات مجانية من الدولة، تعرف النساء والبنات طبعا الصغيرات، تعرف إنه شنو هو الزواج، لأن هن يعني دا يدخلن العالم الزواج ما يعرفن هو شنو الزواج أصلا. شنو تعرفين الزواج أنت؟ إحنا تقام ورشات نفسية ضرورية جدا، تعرفهم انه هو مشاركه عطاء متبادل وهذه الامور. احنا اغلب الحالات عندنا اللي دا تصير مال الطلاق تصير انه البنيه دا تشرد من اللي دا يصير وياها ببيت اهلها، هي ما يعني موافقه على الزواج انه هي دا تريد تتزوج وتقيم عائله وتقيم اسره، لا تريد يعني من اللي هي بي يعني تعتبر انه هو منفذ لها، بس هو مو منفذ. ليش؟ لان هي اصلا ما متعالجه من اللي هي بي، ما متعالجه من عصبيتها، ما متعالجه من تراكماتها، ما متعالجه من امراضها النفسيه. اكو حاله اجتني قبل فتره بنيه قالت انا بنتي يعني شاطره كلش ودا تطلع يعني الأولى على المدرسة وهذه، فإذا تركتها بالمدرسة راح يكون مستقبلها كلش جيد وراح توصل يعني الفد مستوى كلش واو بالدولة وهذه. هي بتها تريد تدخل كلية الشرطة فتريد تصير يعني ضابطة، هذه حلمها. كان هي تقول أنا ما راح أقبل راح أبطلها. قلت لها ليش؟ أنا كنت أعالج الأم. قلت لها ليش؟ كان تقول أنا انحرمت من هواي أشياء، يعني بابا وماما حرموني من هواي اشياء، انا ما راح اخليها تكمل على مود هي ما تصير احسن من عندي. احنا عندنا بعلم النفس هذه الحاله تنعكس انه يعني لا مو انانيه، لا هي هاي ما تسمى انانيه، هو احنا ايش عندنا؟ عندنا فاقد الشيء لا يعطيه. هذه القاعده تؤكد بعلم النفس بسبب التراكمات النفسيه من الطفوله. ففعلا هي انه الفقدته ما تقدر تنطي مو بايدها، حتى شعور الامومه والحنان مالت الامومه ما يقدر يعني ياثر عليها هالقد ما هي عندها تراكمات. انت اذا بالغه سن ال 18 اوكي يقدمون رايهم بس يفرضونه لا، خاصة إحنا يعني دا نشوف إنه الأولاد والبنات بهذا يعني الجيل عندهم وعي كلش هواية ودا يجوني يعرفون إنه هم أبوهم وأمهم دا يعانون من مشاكل نفسية. فأنت من تشوف يعني أبوك وأمك يعني دا يعاني من مشكلة نفسية وتربيته غير صائبة وكل الحالات اللي دا تبدر من عنده مشككة، لا تأخذ رأيه بعين الاعتبار. أنا هنا نهائياً مدى يعني أقول إنه هم يعاندوهم أو هذه، بس مستقبلك لا، إذا أنت تشوفه صحيح دينياً وعلمياً واجتماعياً وهذه لا تأخذ رأي والدك ووالدك. أنا ما قبلت، قلت يعني ما أعرفه غير خلي أعرفه. قالت لي أمي تقول لي شلون تقولين هيك شيء وأبوك ما يقبل. المهم قبلي وهاي قسمة أحسن ما أنت مبهذلة وياي تشتغلين وهاي، روح الزوجة أحسن لك. شو أنا يعني اقتنعت بكلامها، قلت ما يخالف خلي أتزوج يجوز هذا خوش ولد هاي يجوي. بالبداية أمه وخواته، أمه وخواته من النوع اللي دني اللي صيح وصوت عالي وصوت، فنحس إنه اللي مسيطرات على الولد. الولد صوته حتى ناصي يعني من إجي، هذا هاي أول جاي لهم وافقوا أهلنا وهم همتين، فصارت الخطوبة وصار الزواج. أنا أول ما طبعت عليهم شفت يعني بيناتهم ميانة هواية وفشار وغلط، ويعني هيك بيناتهم عادي، وبدوا يحكون ويضحكون ويسولفون وياي وبدوا هم نفس الشيء. فأنا أقول لهم لا يعني أنا ما أعرف أفشر أو هاي، هم لا. فقالوا صير مثلنا إحنا هيك نتشاق وهاي، ظليت ما احكي بس هم يفشلون علي اسكت الصراحه، لان شو اسوي؟ هم يجي بيناتهم. والله مساله العيال مشكله، واحنا نرجع نحكيها وكل هالمثل يعرفون انه اذا رضت العمه على الجنه كان دخل ابليس للجنه. فاني من انصح بالزواج دائما اقول انه تكون انت ما دام تزوجت وبدك تكون عائله لا تقعد يم اهلك. الغيره لها دور، المقارنة لها دور. فأني إذا أجيب زوجتي أو أجيب أو أني أروح في بيت بي عيال أو بي خاصة إذا يكونن بنات
والبنات يكونن عاليات الصوت، فأنا ما راح أسيطر على على بيتي أو راح أسيطر على زوجتي أو راح أسيطر على جهالي، لأن يتطبعن بالأطباع. الزوجة راح تتطبع بالأطباع في حالة إذا كانت عندها ميول لهذا الموضوع. أني إحنا حسب حالتنا اللي دي نقولها، جتي على عائلة الصوت العالي والمرأة المتسلطة على الزوج أو على الأخ، وموضوع التعنيف بالضبط بواجهة للعالم إنه هم النساء متسلطات على الرجال، بس بالأحرى بنتجين ترجعين للواقع، فهم خالين هذا الشيء للعالم. ليش؟ حتى من يجون يضربوهم أو يجون يعنفون خواتهم أو أمهم أو زوجاتهم، شنو اللي راح يثبت؟ ما أنت قدام نظرة المجتمع هن متسلطات، هن لسانهم طويل، هن صوتهن عالي، يستاهلن الضرب. فهذه الحالات هواية عندنا دا تمر إحنا بالمحاكم، هواية حالات دا تجي. أنا مرة من الحالات عندي بنية من الريف متزوجة من شخص من المدينة من بغداد. البنية جتي ما تعرف شنو موضوع، جتي على عائلة إحنا نجي نقولها بالمجتمع أو بالمصطلح المجتمعي open mind، إنه عادي مرات الأخ تقعد يم الأخ للوجه الصبح، رجلها ماكو تبقى يمهم، هذا يبقى يمها، الأماية ولا البنتاية الصوت عالي، ولا السحر يدخل بالموضوع، ولا يعني الشرب ومسائل المخدرات. هذه إحنا نتطرق لها إنه بموضوع آخر. البنية تأثرت بالضرب والإجبار بأنه تسوي نفس ما تسوي الأم وتسوي الأخت وتسوي النساء الأخريات بالعائلة. إذا مانعت كانت تنكتل كتل موت. البنية جتني جايبة قبل يومين بالشارع، ما عندها فلوس تروح للمستشفى، لأن الفلوس اللي كانت تأخذها كان مشغلها مقدية بالشارع بالترفك، هي وحامل تقعد تجيب له فلوس، هاي الفلوس لازم تروح كل يوم بالليل تجيب شرب ومخدرات إلى والأخوته والأمة والخواته. البنية جتي منتهية، آثار الضرب على وجهها موت، وجايبة قبل يومين ماخذين البنية بعدها قطعة حمراء شامريها بالشارع، لاقي بنتها وراها يومين بالشارع. لاحقين على البنية. المهم اللقطة اللي صارت بأنه أثناء ما دا يضربوها اتصل عليها والدها، فتحوا له كاميرا، هو بالريف، فتحوا له كاميرا قل له تعال شوف بنتك شو يصير فيها، دا تنضرب وتتعنف ويتجاوز عليها الأخ، أخ الزوج، والرجل والزوج قاعد رجل على رجل ويباوع بمرتج دا يصير إنه أخوه دي يضربها ويتجاوز عليها جسدياً وليس بالضرب، والكل قاعد ومتونسين عليها، والبنية خلوها تكون مدمنة وقامت تروح من عندهم، يردون أهلها يأخذوها يعالجوها ترجع لهم، لأن محتاجة المخدرات ومحتاجة شرب، لأن هناك ماكو. فإحنا منتجين تشوفين الوضعية، الشخص المدمن هذا ما سيطرين عليه لازم يرجع، فخلوها ترجع لهم، علموها على هذا الشيء حتى ترجع لهم، ما تقدر تعوفهم. والله أنا اتفقت ويا والدها بأنه يحيلها على لجنة طبية، لأن أنا ما أقدر أجبر شخص مدمن ما أعرض هالشيء للعالم، بس أنا أعرفه أنه مدمن أو أعرف قصة حياته كذا، ما أقدر أجبره، أنا القانون ما يسمح لي، ما يقدر يسمح لي انه انا اتصرف مكانه قانونيا. بس نصحت الاب انه يسوي لها تحليل دم، قلت له بحجه انه انت على مود سويت جايبه نفسه تحاليل، انت جسمك بنيتك ضعيفه، كلش ضعيفه البنيه. قلت لها ودوها سوي لها تحليل دم. ورا فتره خبرني الاب قال لي البنت بالمصحه والبنيه الصغيره ماتت كثرت انه وهي حامل يطوها هذه الجرعات، البنيه عندها تشوه داخلي والطفلة ماتت، لأن تركت يومين بالشارع وتأثير الأعراض البقية عليها.
والبنية بالمصحة والأخ والزوج ما قدروا يسووا لهم شيء لأن ما ثبتت عليهم أي شيء. فهذا إحنا عندنا ثغرات قانونية. العوائل السيئة. بالضبط. يعني أنت مضيت بنتك شو متخلص منها أو ما يعرف. ما أحد وراهم يعني من منطقة بعيدة. مضبوط. ما حد يسأل عليهم. وهمنا من يجوا يسألوا عليهم. هاي المنطقة ما يدرون بها من الزوجة الزوجة البيت ورا فترة مجرد على مود يسألون إنه هذا حسن السيرة والسلوك وهاي التفاصيل ورا ما الزوجة بأسبوعين رجعوا على المنطقة الأصلية اللي هم كانوا قاعدين بها اللي يعرفون عليهم إنه هيج من أهلها يجون يزوروها يقعدون بهاي المنطقة اللي متعارف عليها بالريف ما يعرف الأب لا دارس ولا يعرف هاي التفاصيل والأمية كذلك ويقول لك بتنا راحت البغداد هذا الشيء يعني البغداد مو فشي ترى بغداد أصلا بيها مساوئ أنه أبقي بيتي بالريف أحسن ما أدس هالبغداد الزواج اللي صارت هي مبدئيا الولد كان غير مؤهل نهائيا للزواج وأقامت عائلة البنية يعني دا تريد حل فحلت الغلط بغلط هي كانت أصلا بوضع خاطئ جدا بسبب أبوه وبسبب عيشتهم وبسبب حالتهم المادية فردت حل الحل ما كان يعني هو الصائب فحلت الخطأ اللي كان عندها بخطأ آخر كون هي كانت يعني دا تهرب من الوضعية الأب هذا أنا يعني أنصح جدا إنه يعالج نفسيا وإحنا ما عندنا يعني حساب قانوني لهاي الأمور لأنه ما يأخذوها بعين الاعتبار بس هو غير مؤهل نهائيا إنه يعني يدير شؤون هذه الأسرة والبنية ما كانت بالغة سن الرشد ما تقدر يعني إنه هي ترتب أمورها أو ترفض أو تقبل من راحت وزوجت كل اللي مر عليها هوية أهلها هوية عائلتها طلع عليها بالزواج هذا شيء إحنا شئنا أم أبينا موجود عجبنا ولا ما عجبنا هو موجود كل التراكمات اللي كانت عندها ويا أهلها طلعت عليها أثناء حالتها الزوجية فما كانت قادرة على بناء أسرة جيدة وقواعد قوية لبناء يعني عائلة بالإضافة إلى زوجها كان ركيك جدا كان صوت أمه وأخواتها يعلى على صوته وهو أصلا يعني إحنا عندنا بعلم النفس الصوت من أثناء اللقاء الأول بين الشريكين أو هذه لازم يكون صوت متزن نفسياً ويتكلم على راحته من خلال حديث البنية عنه هو ما كان مرتاح نهائياً وكان مقيد وكان مصاغ إلى كلام هو عبر عنه بدون ما يعني يقدم رأيه الشخصي الداخلي بعدين شوية شوية تصير مشاكل بيناتهم الإخوان يضربون البنات يضربون الأمة وهيك شيء يعني أحجز بيناتهم لحد ما وصل إلي السرة إنه حمويني هم يضربوني وزوجي يضربني وإهانة ونفس الشيء اكتشفت الأمة تسوي سحر على الرغم إن من إجن أنا عبالي هن المسيطرات لأن صوتي عالي شو بالبيت غير شيء برا شيء وبالبيت غير شيء فاكتشفت انهم يعني يسوون سحر انه بلكي ينهدون الولد ومن هذا الحكي هم الولد يشتغلون يعني هاي الشغلات كل يومية شغلة كل يومية شغلة هاني يعني زوجي يوم عمالي يوم مدري شنو بس بقى طول هاي الفترة انه هو بس يضربني وإهانة وفشار وهاي أنا صار اول سنة عندي صارت عندي ابنية ما يخليني اخذ مانع وراها من ورا البنية هم صار عندي طفل تاني ما يقبل يعني انه يقول ايه احنا شنو يعني شكو بيها صير عندنا اطفال من اروح لامي اشكي لها من اشوف ابوي يجي بيت جدي اقول له يابا يضربني هيك يتجاوز عليه يقول لي ايه حلو ياك اكو نقطه لازم كلش ندقق عليها لجميع العوائل بدون استثناء البنيه من تجي كما يقال يعني احنا عندنا بالعراق الجنه من تجي لازم العوائل كلها تخلي قاعده عندها انه هي مو ملكهم هي انسانه جاية وعتها يعني شخصيتها وعتها مبادئها بالحياة اللي تربت عليها سنين وعتها طقوس أهلها وعاداتهم وتقاليدهم مبدئياً هي إنسان إلى كيانة إلى حياتها الخاصة أوكي يتأقلم وياكم ويعني تترتب أموركم سوا بس هي إنسان إلها حياتها الخاصة مو ملك لا لزوجها ولا لأهله نهائياً لا الدين يقبل بهذا الشيء أبداً ولا العلم يعني الدراسات الأخيرة تقول إنه البنية من تجي يعني بالوطن العربي أكثر شيء للعوائل من تجي تحس نفسها إنه هم اشتروها وهي ملك لهم هي تبقى واقفة تسمع للأوامر فقط
زين هي مو هذه الاشياء تراكم عندها نفسيه يعني كلش هوايه تاثر على اولادها، تاثر على علاقتها ويا زوجها، فاحنا لازم نشيل هذه النقطه بعوائلنا وباهلنا وامهاتنا وابائنا كلهم، انه هي مو ملكنا، البنيه نهائيا مو ملكنا، عادي اوكي تعيش حياتها طبيعيه وتتاقلم ويانا بس مو ملكنا. فهذه العائله هم هنا من جابوا البنيه بناء على ماضيها ويا ابوها وبناء على تعامل اهلها وبناء على اللي شافوه من حياتها الاجتماعيه، طبعا عاملوها بضعف وبقله مثل ما نقول، فانه هم جابوها يعني حالها يعني عذرا حال انه جايبين يعني مثلا فت خدامه بالبيت او هيك شيء، فراح تتم معاملتها على انه احنا شو نريد انت تسوين، هي هاي البنيه غير مؤهله اصلا لاقامه علاقه زوجيه، فما بالك باقامه علاقه عائليه ويا عائله ما تعرفهم اصلا. نرجع هنا للخلل النفسي اللي سببه ابوها وامها اللي ما تم علاجه وما كانت هي قادره على الثقه بنفسها والتعامل الجيد مع العائله والزوج، كلها ترجع للجذور الاصليه مال الحاله النفسيه اللي كانت تمر بيها. وانا ادري يا ابويا قاسي ما راح يعني يهتم، بس هو يقول لي حلي وياك وتحملي، شنو يعني تحملي ويرجعني عادي. ظليت على هذا الحال يعني 5 سنوات وجهالي يعني شو اسوي لهم انا، هم الكبيره انا اقرب الي، البنيه الكبيره هم ما يحبون البنت الكبيره، يحبون الاصغر منها. الصغار يحبوهم بس بنت الكبيره ما يحبونها، وهي هاي البنيه متعلقه بي اكثر، لان المتعلقه بي ياذونها ويضربونها على مود اني شلون يغيظوني، على مود شلون يضوجوني بيها خطيه. فاني بقيت هذا وضعي ومتحمله لحد ما هو جت فتره من اظل ما يعني يطلع، اذا يطلع على قد شغله يجيب مثلا انه مصرف ويقعد على التليفون 24 ساعه على التليفون ويلعب بالببجي، يلعب هاي اللعبه. أنا ما أشوفه إلي أي دور، وإذا أحكي وياه رأسه يتجاوز علي ويضربني، فأنا الصراحة فكرت إنه أعوفه، أخذ بنتي الكبيرة أخلي ذولك الجهال لأن يحبوهم، أخذ بنتي الكبيرة وأروح لأمي. من سمعني أحكي ويا أمي دائما أحكي ويا أمي منعني من أمي، فأني وأخذ مني التليفون وظليت مني حماية صغير أتصل بأمي قلت لها يما أنا بعد ما أبقى الدولة ما لهم حل، وأنا مليت أنا أجي يمج زين وأجيب بنتي كبيرة وأجي يمج. إنه هذا يقع على عاتق الأب اللي هو تلقائيا ما متحمل مسؤوليته أصلا من الصغر، فما بالك بس يعني يتحمل المسؤولية، يعني هو الحمل الكبير يقع على عاتق الأب والأخ. هي لو تدرى إنه أكو ظهر أو سند تلجأ لهم وتشكي لهم ما راح تقبل بهيج ظروف، بس هي قبلت لأنه تدرى أصلا ماكو ظهر تلجأ له، والشخص اللي هي متزوجته اصلا يعني قلت لك انا يعني ركيك جدا وما يقدر ياخذ حقها وهذه. فهي هنا انا انصحها يعني جدا انه تلجا للحلول القانونيه، لانه هم كعائله ما عندهم لا قواعد دينيه ولا قواعد اجتماعيه ولا قواعد انسانيه، على الاقل قواعد انسانيه. احنا اذا نرجع للدين، الدين يقول انه تدفع كفاره على ادنى ضربه تضربها للمسلم. زين هم هنا لا دين لا علم لا قانون لا، يعني هي ما تقدر تتعامل وياهم غير انه تلجا يعني تطلع من البيت نهائيا. اي لازم لازم، لان هي قلت لك حلت الغلط بغلط وهم بسبب والدها، لانه دا يهرب من المسؤوليه، هو انسان غير قادر على تحمل المسؤوليه يعني بابسط حقوق اولاده وبناته. امي ما قبلت لان يم خوالي وخوالي ما يقبلون. زين قلت لي خوالك ما راح يقبلون تبقي، فأنا ايش قلت يتخلى اروح لعمامي، رحت لعمامي وقلت لهم وقلت لهم بوضعي وهذه، ذول اكيد هم راحوا قالوا لأبويا، أبويا ما قبل، قال الطلاق ما تتطلق تتحمل، احنا ما عندنا بنات يتطلقن، بينما انت طلقت امي وعفتنا هسه ما يقبل انه انا اطلق. هم سووا لي شيء عمامي، بعدين امي قالت يعني شلون هنا امي يعني الولد يشتغلون وهم تزوجوا البنات هماتين على قسمتهم وهذه، فقالت اني راح اطلع من بيت جدك على مودك، راح اطلع ايجار وخطيه بعد بنفس الشغله، بس قالت تسوي لنا شغله يعني ثابته نظل نبيع مثلا بالسوق نشوف شلون شغله ونطلع ايجار. فظلت تدور على ايجار يعني زين مو هوايه ياخذ من يمها، احنا بهاي التجاوزات يعني اطلع من وراهم اخذ بنتي واطلع اقول لهم رايحه للسوق ادور ويا امي على بيت ايجار، ولقينا بيت هناك.
فقالت امي جيبوا غراضي، كان راح اشيل. شالت امي، جبت غراضي انا وخذت بنتي بدون ما اقول لهم ورحت. احنا مبدئيا هو لكل مسلم يعني بعد الصبر لازم اكو جزاء، جزاء كلش كبير يعني من الله. انا انصح بالصبر دائما لان هي كلها امتحانات بالحياه. هي الحمد لله والشكر يعني الله عوضها. انا انصح انه كلش كلش انه هي هذه الفرص يعني تاخذها بعين الاعتبار على مود تبني من جديد. هي الاخر لحظه بالحياه الانسان عنده امل وعنده فرص انه يرجع من جديد ويبدي من الصفر. خلي تنسى كل اللي مرت فيه ويا اهلها نهائيا، يعني طلع من بالها نهائيا، وتعتبر نفسها انه هي بدت من الصفر ويا هذه الانسان اللي الله يعني خلاها بطريقها، وتلجا للحلول القانونيه والنفسيه وتصيغ شخصيتها من جديد على مود انه تكون يعني قادره على بناء حياه جديده، لان هي تستاهل بما انه هي ما عاشت نهائيا اي شيء من حياتها لا العائليه ولا الزوجيه. فتاخذ بعين الاعتبار هاي الفرصه اللي الله قدمها لها وبكل قوه تشبث بها. مرة حتى طبعاً هم ظلوا يتصلون ويدورون وين راحت. أنا بهاي قاعدة بهاي المنطقة تعرفت على الجيران، تعرفت على الناس. كان أكو وحدة تجي على مود تسوي رعاية للبنات المطلقات المدري شنو، تفتهم وهيك يعني مثقفة وهاي. فأنا حكيت وياها قلت لها أنا هيك وأريد أطلق من زوجي. قالت لي أنا أتكفل بكل شيء. قلت لها هو يعني لا يشتغل ويضربني و24 ساعة على التليفون وهاي مؤذيني فقالت امي خالف انا راح اسوي لك كل شيء. فخلت لي محامي كل شيء ما اخذت من يمي، سوت هيك لله. خلت لي محامي، محامي بالبداية قال لي انت شلون تطلعين من البيت وهو كل شيء ما تدرين انت كل حقوقك. قلت له يابا انا ما اريد اي حقوق، انا اريد ما اريد. هو الغايب ما تجي قد 4 ملايين يعني قد راح يصير، فانا ما اريد هندني. وأنا خذت بس ملابسي والغرفة هي تعبت أصلاً خلالها، هي جاب لنا غرفة تعبانة وتعبت وخليها إله هو يشبع بيها. قال مي خالي مدام أنت هيجي وماكو شيء قال لي يثبت إنه أنت كان يضربك، لأنه مو مثلاً لازم تروحين للمستشفى لازم تقولي لهم زوجي ضربني وكتبوا لك بورقة. قلت له مي خالي فأني أتحمل كل شيء وما أريد أي شيء من يمه، بس إنه طلقني من يمه. دور المحامي كان كلش حلو، مبادرة من عنده ممتازة، وأني أحيي صراحة على مبادرته ويا هذه الإنسانة. بس الشغلة الوحيدة اللي كانت إنه المفروض هو يسويها حتى وإن يكون ده تتنازل عن كافة حقوقها، النفقة مهمة جدا. أني كمحامي أنصح أي امرأة تجيني في حالة متعرضة إلى تعنيف أو متعرضة إلى شيء أو زوجها إنسان سيء، مو اللي بعيداً عن ما نذكر الفئة اللي جاية خلينا نقول متعافية، خلينا نقول متريد زوجها لأن أجيبها فد غير موضوع. الفئة المتضررة اللي ما عندها إمكانية أو اللي ما عندها أحد معيل إلها مثل البنية اللي عندنا، ما عندها معيل، ما عندها لا أب لا أخ يعيلها ولا عم ولا خال، كلهم فقط اسم خلينا نقول. الفقرة الوحيدة اللي فاتت أنه المفروض من البداية يقيم دعوة نفقة. دعوة نفقة كلش مهمة وتطول، بالنادر دعوة النفقة تخلص من وقت. وإذا حصلتي قرار إجراءاتها، إجراءاتها هي الإجراءات المحاكم بصورة عامة لها خلق طويل، خاصة في حال إذا أنا كان شخص المقابلي أو خصمي كاسب. أني إثبات النفقة مالته وإثبات مقدرته المالية بالشهر هاي بالنسبة للكاسب صعبة، بس بالنسبة للموظف سهلة، مقدار راتب أروح أجيبه من الدائرة مالته راتبه كذا، يستقطعون يطلع لك خبير ويشوف لك شقد مستحقات بالشهر. بس أنا إذا كاسب ما يقدر يجي يقول لي أنا ما عندي إمكانية، شقد أقدر أسوي له؟ في حالة بغداد أقل شيء 100,000، أما المحافظات البقية ولا الأطراف دا توصل للخمسة وثلاثين نفقة بالشهر. فأنا إيش راح أفيد؟ المستوى الاقتصادي هناك أقل يعني؟ بالضبط، بالنسبة لنا إحنا العاصمة أسعارنا أعلى. وأكو لا أطراف بغداد أو المحافظات البقية، أكو محافظات مو كل المحافظات، أكو محافظات اللي هي اللي نقول شبه الريفية والريفية توصل نسبة النفقة مالتها مبلغ النفقة 35 للشخص. زين هناك بالله ما عندهم مصاريف هواية، بس تجي أنت لبغداد أقل شيء 100. المرأة 100,000 شو تكفيها بالشهر؟ شو تكفي لها؟
إذا هي ما عندها زوج وعايشة لوحدها شو تكفيها مسواق؟ لو تكفيها يعني لحوم، مراجعة دكتور، مدارس، مصاريف، كهرباء، إيجار، شو تكفي 100,000 بالشهر؟ وطيت العنوان مال زوجي فراح عليه تبليغ من عرف زوجي طبعا، راح قال لأبوي، أبوي ظل يدور علينا على مود يجي يقتلني، قال أنا قتلها خلاص شنو تريد تطلق هيك يعني، فبدل له خوالي على أمي وظل شنو ظل يجي للمحكمة، فأني ما أروح وكلت المحامي ما يروح لأن أخاف من أبوي أخاف يقتلني. فقال بعد هو جلسة يحضر جلسة ما يحضر ما أدري شنو يقولهم أنا مرتي أريته يعني، صارت هواي حكي بيناتهم. هو المحامي قال لي مالك علاقة، أنا أقول له هي تتنازل كل شيء، فبالأخير قال لي يريد فلوس لازم إنه المهر ما أدري شلون. قلت له أنا ما عندي وما أنطي شطي، أنا أعطي فلوس حتى يطلقني وأنا ما أريد منه أي شيء وأنا صاحبة الحق. المهم هو ما أدري شلون تفاهم وياها وصارت يعني مش يعني شلون يظل يودي ناس ويجيب ناس عليهم. كانت فكرة التنازل هي ما فهم الموضوع. احنا كمحامين من تجينا هيك اجراءات نحاول نوصل لحل وسط او اتفاق ما بين الطرفين، فاحنا شنو نتفق نجي على المراجع مالتنا او الموكل مالتنا نقولها انه انت تتنازلين عن كافة حقوقك، ارضي في حالة انه انت تتنازلين، هذه المعنى مالتها. المرأة في كل مراحل الطلاق أو كل أنواع الطلاق اللي بالقانون العراقي الستة فقط في دعوتين تتنازل عن أنه حقوقها تسقط، في حالة المخالعة أنه هي تتنازل عنها أو في حالة النشوز، هاي نعرفها إحنا المحامين. بس أما في بقية أنواع الطلاق وخاصة بالوضعها هي أنه تأخذ حقوقها وتأخذ تعويض عن التعرض الأذية اللي هي حصلتها، فهو المحامي هنا سوى دوره كمحامي أنه يحل بأسهل الطرق وبأسلم الطرق. وخوالي هنا أنا وقفوا وياي، عمامي ما وقفوا وياي، فصارت عشارية بين خوالي وبين أهل الولد لحد ما انفضت وأنا اطلقت. من اطلقت وقت بس البنية يمي والصغار يمهم، قلت أنا أمي أشتغل وساعتها وفتحنا لنا بسطية ونشتغل، بس بقى أبوي يدور علينا وأخاف منه لا يجي يقتلني. بس قالوا خوالي لا تخافين، حتى اخواني يعني اخواني هم قالوا صح هم ما قابلين بس ما قابلين على ابوي يجي يسوي بيه. فبقت بس الجهال اني ذول الصغار يعني ظليت اشتاق لهم، اكيد هم مشتاقين لي واريد اشوفهم. فرحت لنفس هذا المحامي قلت له بلكي يعني تحاكي، قال هو انت من حقك اصلا تاخذيهم يعني ماكو داعي تخافين، هم من حقك دولة. فقال أنا راح أسوي إنه شون حضانة أو شيء ما أعرف، إنه شون يمشى منه وما أعرف يعني شون يرجع لي إياهم. ما قبل يمضيهم، قال لأن هي عافتهم وهي طلعت وما أدري شنو من هذا الحكي، أبوهم ما قبل. بعدين هماتين يعني ما أدري شون هو المحامي هذي خلصها، قال لي أنا خليك تشوفه وتم بعد ملك علاقة بيهم وهذي حكى وياه قنعه وهي بالمحكمة صارت. المهم إنه إجوني الجهال، صح أنا صار علي هواية شغل لازم أشتغل ومصاريفهم هواية، فظل جاب لي إياهم. الإجراء اللي صار هنا سوى هو دعوة تسليم أطفال، دعوة ما تسليم أطفال صار عندنا أمام محاكم الشرعية أو الأحوال الشخصية ومحاكم التحقيق. ما أتوقع أنه هو بدعوته توجه إلى التحقيق أو احتمال بلغ الزوج بهذا الإجراء، فالزوج خاف وسلمه، ولا هم قانونا حق الأم بالأطفال لحد عمر 10 سنوات يقدر الأب يطالب بهم بس في حال سقطت أحد أركان الحضانة عن الأم، وأركان الحضانة بسهولة تتسقط عن الأم إلا أسباب قوية، وهو في هاي حالتنا ما عنده أسباب، ما عنده إثبات في من عافتهم، عافتهم لأن هي ما عندها إمكانية تأخذ أطفال تشردهم بالشارع، فأخذت وحدة تكون كبيرة توز تساعدها، بس أنا أخذ طفل عمره سنة ولا سنتين هاي صعبة وأنا ودي وأنا ما عندي مكان. فبالتالي القاضي من يشوف شيء وضعية ومن يشوف شيء يأيد إنه يرجع الأطفال للأم لأن هي من حقها، فهي خطوتها كانت صحيحة.
الشيء الصائب الوحيد اللي هي سوته هو الانفصال، لأنه هي إذا بقت وياهم يعني أغلاط وراء أغلاط وراء أغلاط، يعني تصل إلى حد يا أما يعني نفس الحالات اللي إذا تجينا واللي إذا نشوفها تقتل على أيتهم، كون هي يعني ما تصاغ للأوامر، وكونهم مع عائلة يعني وعي ماكو نهائيا لا ديني ولا علمي ولا نفسي ولا أي شيء، وهم يعني هي تفقد كل شيء الله انطاه إلها، يعني هو الله يعني موصيها على نفسها، على هي حرام شرعا أنه تبقى يومهم، لأن هي يعني ما عايشة أي شيء إنساني نهائيا وياهم. إحنا ما نقول هي هنا خربت حياة متكاملة وخربت حياة تزهو وحياة يعني دينيا وعلميا وماديا حياة مرتبة وهذه هي خربتها، لا، هي أصلا فتشي خربان صلحته. صار عليها هواي ضغط هواي، يعني قال لي هو أنت لازم تسوي النفقة، أنت كل شيء ما أخذتي وتنازلتي، بس حق الجهال لازم تأخذيهم، لازم نسوي هماتين شغلات النفقة. شغلات النفقة المفروض أنا أسويها من البداية قبل الطلاق وقبل كل شيء، لأن بيها راح تتأخر وبيها هواي أشياء، وهذا الرجال يعني محامي ساعدني وسواها لله أكثر من مرة أروح له. أنا اللي هسه يعني أنا مسويتها اللي هسه لا مكاسبتها ولا يعني نفديها ومطيني إياها، لأنه طولت وكلش محتاجتها أنا. هو ما يشتغل فبس قالوا إنه يعطوك شيء، قلت أنا خلف حتى لو 75 ألف ينطي عليهم كلهم مو على واحد، أنا أقول هاي تشيل عني، لأن أنا صح قاعدة تجاوز ما عندي إيجار ويعني أقدر إنه أعيشهم. فهذا اللي صار وياي، بس أنا شلون هسه ظليت خايفة من أبوي لأن بعده متحلم فيني وبعده إذا يشوفني ممكن يأذينه، فهم رحت للمحامي قلت له يابا أنا خايفة من أبوي، خاف يعني يجي يوم إنه شو اسمه يعني يجي يضربنا يأذينا. قال ما مستحيل، شلون أب يعني يضرب بنته أو مثلا يقتلها أو يسوي لها هيك شيء؟ قال إلا إذا تريدين أسوي عليه إنه تشتكين عليه وأسوي عليه تعهد. صراحة أنا ما قدرت لأنه هذا أبوي، يعني مهما يكون ما أريد أودي مركز شرطة هيك شيء، بس ترجع أنا أخاف من يمن، يعني بين هاي وبين هاي أمي ما تقول لي عادي أروح أسوي شنو يعني إن الضمين حقك. إذا هو ما إذا أسوي له تعهد عنده أبوي، إيش تفكر إذا أسوي تعهد إنه ما يتعرض لنا يجوز شو اسمه يودي علينا أحد واحد من عوامي يضربنا، مو إلا هو يعني أدينا كسرنا مو شيء ضرب عادي. فقلت لا ما راح أسويها وخليها الله الساتر والله يحفظنا، وبس شنو يعني باقي عايشة بخوف. من أنا صرت عايشة بخوف وهسه عايشة بخوف، والله كريم. لا تخافين وخليش قوية الشخصية، ومو بس القانون وياك، الدنيا كلها وياك، وأي شخص ترحين تنخي. أنا وحدة من الناس إذا أجتني راح أكون وياك وأساندك وأوقف بوجه لوالدك، بس أرجع وأقول لها أنه لازم 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 تواجه المجتمع في حالة أنه هي امرأة مطلقة، وتواجه أبوها حتى لو هي تروح له، حتى لو هي تروح له أنه تحل، لا تبقى عايشة بخوف. الخوف يأذي، الخوف إلى مساوئ وتبعات تأذيها هي، وراح تعكس على أطفالها، يمكن احتمال ما تخلي بنتها تطلع بالشارع تقولك لا يروحون يجون يلزموها ويقتلوها. هذا الخوف يسبب مشاكل كلش كبيرة إلها ولحواليها. فأني أكسر الخوف، وأكثر شغلة أخاف من عندها أروح أسويها حتى ما أخاف. فروحي واجهي أبوك وروحي حلي ويا أبوك هاي المسألة حتى تعيشين أنت وأطفالك ووالدتك مرتاحة. أنا أنصحها إنه الماضي نهائياً ما تخلي ببالها أبداً، وتعتبر نفسها كل يوم يعني هو بداية حياة جديدة، وما تأخذ بعين الاعتبار اللي تعرضت إلى ويا والدها إنه هو راح يأثر عليها على مدى العمر، لا نهائياً. وما تأخذ بعين الاعتبار إنه أبوها هو ثقل أو ثغرة بحياتها، لا أبداً، يعني تمارس حياتها بما يرضي الله ويعني بما يفيد مستقبلها ومستقبل أولادها، وإن شاء الله يكون الطريق أمامها مفتوح وأهل الخير موجودين اللي يساعدونها، نفس البنية اللي قلت عليها اللي دا تساعدها قانونياً.